السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بتسمع دكتورة أمنية الشامي، وما زلنا مع vertebral column of horse، العمود الفقري للحصان. شرحت بالتفصيل cervical vertebrae، الفقرات العنقية، وكمان شرحت thoracic vertebrae، الفقرات الصدرية، وكمان شرحت lumbar vertebrae، الفقرات القطنية. كل ده موجود في قائمة التشغيل موجودة في الديسكريبشن. نكمل وهناخد النهاردة إن شاء الله السكرم العجز، أو بيسمى السكرال فيرتبري، الفقرات العجزية، وهناخد كمان الكودا الفيرتبري، الفقرات الزيلية، وأيضا بتسمى الكوكسوجيال فيرتبري، الفقرات العصعصية، ودي تعتبر آخر جزء في العمود الفقري. وبكده نكون انتهينا إن شاء الله من الفيرتبرال كولم أوف هورس كاملا. كالعادة بنسمع الأول الدكتور في السكشن بيقول إيه، وبنرجع نوضح كل كلمة بالتفصيل. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عظمة السكرام في الفيرتبرال كولم. مميزة طبعا عظمة السكرام إن هي بتبقى 5 فقرات في الهورس متحدين مع بعض، بيعملوا عظمة واحدة سميناها السكرام. أدي الأولى، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، كلهم فيوزد مع بعض. بيبقى شكلها إيه؟ تبقى تراي أنجولور في الأوت لاين بتاعها، تبقى تراي أنجولور بالشكل ده كده. البيز بيبقى طبعا كرينياري عشان بتمفصل مع الستة لمبر فيرتبرا، وبيبقى الايبكس كودالي عشان يتمفصل مع الكودال فيرتبري، عشان يتمفصل مع الكودال فيرتبري. الشكل بتاعها بيبقى سلايتلي كيرفت، بتبقى جنتلي كيرفت زي ما احنا شايفين كده، ما بتبقاش استريت. والقناه اللي جواها بتبقى نسميها ايه؟ اللي هي الفيرتبرال كانال، لكن في حاله السكرم هنسميها السكرال كانال نسبه للعظمه. السكرال كانال بيبقى البطي بتاعها زي ما احنا شايفين برضو الليبتيكال زي الخمسه والسته لمبر فيرتبري، وبيبقى الفيرتبرال كانال مثلثه نتيجه ان القرش بياخد ضلعين مثلث، قرش هنا وهنا، فبيبقى شكل الفيرتبرال او السكرال كانال بتبقى مثلثه في الشكل بتاعها. طيب ايه كمان اللي بيميزها؟ بلاقي فيه 2 كرينيال ارتيكولار بروسس واضحين خالص، كرينيال ارتيكولار بروسس واضحين خالص، وبلاقي ها من فوق على الدورسال سيرفيس بلاقي فيه فورامنا واضحه خالص بسميها دورسال سكرال فورامنا، بيبقوا 4 1 2 3 4، وفي على كل جنب طبعا من سباينس بروسس، ودي اللاترال بوردر بتبقى سيك، دي اللاترال بوردر بتبقى سيك، والاقي على الفنترال سيرفيس في ايه؟ برضو 4 ها فنترال ساكرال فورامنا، ولكن بيبقوا اكبر من اللي موجودين فوق، اكبر من الدورسال ساكرال فورامنا. طبعا دولت اللي هم مكان مين؟ الانتر فيرتبرال فورامنا اللي بيطلع منها السباينال نيرف، الدورسال هيطلع منها الدورسال برانش، والفنترال فورامنا هيخرج منها الفنترال برانش. وبلاقي فيه ريدج واضحه خالص، ترانسفيرس ريدج ما بين كل فقره وفقره عشان تميز لي او تبين الفقرات عن بعضها. ادي ريدج وادي ريدج وادي ريدج وادي ريدج، 4 برضو لان هم 5 فقرات. طيب بلاقي ايه كمان مهم؟ الفنترال ايدج بتاعت اول فقره دي بسميها برومونتري، بسميها برومونتري، ودي لها دلاله معانا بعد كده في البلف الكافيتي ان شاء الله، بسميها برومونتري. طيب السباينس بروسيس ها كلهم بيبقى من فوق عليهم راف اند كده، راف اريا كبيره بسميها الصامت، ما عدا الاولى بتبقى بوينتد، وكلهم دايركتد كودالي. السكرم العجز في الحصان عباره عن 5 فقرات متحدين مع بعض بيعملوا عظمه واحده بسميها السكرم العجز. كل ال5 فقرات فيوزد، يعني ملتحمين مع بعض، شكلها بيكون تريانجولر، عظمه مثلثه الشكل. البيز القاعده بتكون كرينيالي للامام، يعني متجهه ناحيه الراس علشان تتمفصل مع الفقره السادسه من اللامبر فيرتبري، الفقره الاخيره من الفقرات القطنيه. والابكس القمة بتكون كودالي للخلف، متجهة ناحية الديل علشان هتتمفصل مع الكودال فيرتبري، الفقرات الزيلية. الشكل بتاعها بيكون سلايتلي كيرفد، في انحناء بسيط، والقناة اللي لجوه في الطبيعي بيكون اسمها فيرتبرال كانال، القناة الفقرية، لكن في حالة السكرم العجز بنسميها السكرال كانال، القناة العجزية. والبادي بتاعها الجسم بيكون الليبتيكال بيضاوي الشكل زي الخمسة والستة اللامبر فيرتبري، زي الخمسة والستة في الفقرات القطنية. والفيرتبرال كانال القناة الفقرية بتكون مثلثة نتيجة القرش، القوس عامل ضلعين
فالسكرة الكنال القناة العجزية بيكون شكلها مثلث تريانجولار ان شيب، وبيميزها كمان وجود تو كرينيال ارتيكولار بروسيس، بروزين اماميين مفصوليين بيكونوا كبار وواضحين، وفيه موجود على الدورسال سيرفيس السطح الظهري السطح اللي هو لفوق موجود فورامينا ثقوب واضحة جدا بسميها دورسال ساكرال فورامينا، ثقوب عجزية ظهرية بيكونوا 4 ثقوب على كل جنب، واللي فوق دي طبعا هي السباينس بروسيس البروز الشوكي، واللاترال بوردر الحد الجانبي بيكون سك ساميك، وفيها على الفنترال سيرفيس السطح البطني السطح اللي لتحت فيه موجود 4 فنترال ساكرال فورامينا 4 ثقوب عجزية بطنية، لكن بيكونوا أكبر من اللي موجودين فوق، أكبر من الدورسال ساكرال فورامينا، أكبر من الثقوب العجزية الظهرية. والدورسال ساكرال فورامينا والثقوب العجزية الظهرية دول بدل الانترفيرتيبرال فورامينا، بدل الثقوب البين فقارية اللي بيطلع منها الساكرال نيرفس الأعصاب الشوكية. الدورسال فورامينا الثقوب الظهرية بيطلع منها الدورسال برانش الأفرع الظهرية، والفنترال فورامينا الثقوب البطنية بيخرج منها الفنترال برانش الأفرع البطنية، وفيه ترانزفيرس ريج قمم أو ارتفاعات مستعرضة ما بين كل فقرة وفقرة بتميز الفقرات عن بعضها، وهما عبارة عن 5 فقرات عجازية فبيفصلهم عن بعض 4 ارتفاعات مستعرضة 4 ترانزفيرس ريج. وفي كمان مهم الفنترال ريج القمة البطنية بتاع أول فقرة بسميها برومونتري نتو والسباينس بروسيس البروز الشوكي كلهم من فوق بيكونوا عليهم لارج راف اند نهايات خشنة كبيرة بسميها الصمت القمة ما عدا الأولى بتكون بوينتد مدببة كلهم بيكونوا دايركتد كودالي متجهين للخلف ناحية الزيل. طيب لو جينا للوينج، الوينج بيبقى مميز انه عليه 2 بريزماتيك فاسد سيرفيس اهمت، عشان يتمفصلوا مع مين؟ عشان يتمفصلوا مع الفاسد اللي موجوده على الترانسفيرس بروسيس بتاعه السته بالشكل ده كده، عشان يتمفصلوا مع الفاسد اللي موجوده على الكودال بوردر بتاعه الترانسفيرس بروسيس بتاعه السته لامبر فيرتيبري، تمام بالشكل ده. طيب والكودال ها على الكودال سيرفيس بتاع الوينج بلاقي في فاسد تانية على الكودال سيرفيس في كل جنب، الفاسد دي بسميها اوريكولار فاسد، بسميها اوريكولار فاسد عشان بتتمفصل مع مين؟ بتتمفصل مع عظمة الإليام في البلفيك كافيتي، مع عظمة الإليام بالشكل ده كده. ايوه دي الإليام اللي انا ماسكها، وادي ها بتتمفصل مع عظمة السكرم بالشكل ده كده، بالشكل ده كده على الاوريكولار سيرفيس بتاع الاليام برضو، وده اللي بنسميه ساكرو الياك ارتكوليشن، ساكرو الياك ارتكوليشن. يبقى دي المواصفات العامه بتاعه عظمه السكرام. احيانا كتير جدا بلاقي ان السكرام متصله من ورا بالكودال فيرتيبري، دايما الفيرست والسكند او الفيرست بالتحديد بتبقى ها دايما لازقه في السكرام احيانا كتير جدا، معرفش افصلها عنها، بيبقى حصل فيها كومبليت فيوجن بالشكل اللي انا شايفه ده. فانا ما اقولش ان ده عظمه السكرم، لا اعد ادي 1 2 3 4 5 يبقى ده نهايه، واضح خالص الانفصال اهوت، دي نهايه عظمه السكرم. دي بعد كده الكودال فيرتيبري رقم 1 ودي رقم 2. الكودال فيرتيبري ببساطه عددهم كام في الهورس زي ما قلنا قبل كده؟ ايوه من 15 ل 21. شكلها ايه؟ زي ما انا شايف كده، بيبقى ها البودي بتاعها بيبقى صغير خالص، وبيبقى برضو كومبريزد دورسو فنترالي بالشكل ده، وبيبقى الكنالي اللي جوه برضو بتبقى مثلثه في الشكل، والسباينس بروسيس اللي فوق بيبقى مجرد ارش، 2 ارش بيتحدوا مع بعض عملوا سباينس بروسيس، وبيبقى ليها 2 صامت من فوق، ليها 2 صامت مش صامت واحد بس. كلما اتجهنا لورا بالصامت ده بيفتح عن بعضه خالص واختفى الارش تماما، ويتبقى معايا البادي فقط هو اللي بيكمل لحد الاخر، تمام. طيب وبلاقي ايه في الترانسفيرس بروسيس؟ بلاقيه وايد عريض ودايركتد كودالي، بلاقيه عريض ومفيش فيه اي حاجه خالص غير ان وايد ودايركتد، وبيقل برضه في الحجم كلما اتجهنا للخلف، كلما اتجهنا للخلف. يبقى الكودال فيرتيبري اللي معايا ديت
عبارة عن بودي كومبريزد برضو دورسو فنترالي، ولاقي فيه وايت ترانسفيرس بروسيس، ولاقي اتنين ارش اتحدوا مع بعض عملوا لي سباينس بروسيس، بيبقى شورت وبيبقى دابل صامت من فوق، بيبدأ كلما اتجهنا الخلف ان الاتنين دولات يختفوا تماما لحد ما الارش كله ما يختفي ويتبقى معايا فقط عظمة البادي بس بتاع العظمة هو اللي بيكمل معايا للآخر. وطبعا منساش ان مفيش فنترال كريست هنا، مفيش فنترال كريست خالص على الفنترال سيرفيس بتاع مين؟ بتاع الساكرم. وكالعادة ما ننساش بنشوف الوينج اوف ساكرام جناح عظمة العجز، بيكون مميز لان عليه تو بريزماتيك فاسيتس، وجهين منشوريين الشكل علشان يتمفصلوا مع الفاسيت الوجه الموجود على الترانسفيرس بروسيس البروز المستعرض للفقرة القطنية الستة. علشان يتمفصلوا مع الفاسيت الوجه الموجود على الكودا البوردر الحد الخلفي بتاع ترانسفيرس بروسيس البروز المستعرض بتاع الفقرة الستة القطنية 6 لامبر فيرتبري، وعلى الكودا السيرفيس اوف وينج على الحد الخلفي لجناح عظمة العجز بنلاقي فاسيت وجه تاني على الكودا السيرفيس على السطح الخلفي لكل جنب. الفاسيت الوجه ده بسميه اوريكولار فاسيت، سطح اذني لانه شكل الودن، بيتمفصل مع عظمة الاليوم الحرقفة في البلفيك كافيتي في التجويف الحوضي. الدكتور بيوضح لنا اهو التمفصل الاوريكولار فاسيت السطح الاذني بتاع جناح عظمة العجز مع الاوريكولار سيرفيس السطح الاذني بتاع عظمة الاليوم مع عظمة الحرقفة. التمفصل ده بنسميه ساكرو إلياك أرتيكوليشن، التمفصل العجزي الحرقفي. أحيانا بنلاقي الساكرم العجز متصل من وراء بالكودا الفيرتبري، ده غالبا يعني ده اللي بيكون موجود، بيكون متصل بالفقرات الزيلية. بنلاقي الفيرست كودا الفيرتبري الفقرة الزيلية الأولى بتكون ملتصقة مع الساكرم مع العجز، بيحصل لها complete fusion التحام كامل. فلما نشوف الشكل ده بلاش نستعجل ونقول ان دي عظمة السكرم عظمة العجز، لازم الاول نعد نشوف ادا 1 2 3 4 5، يبقى دول نهاية السكرم نهاية العجز. واضح اهو الانفصال ان دي نهاية عظمة السكرم نهاية العجز، وبعدها يجي الكودا الفيرتبري الفقرات الزيلية، دي الفقرة الزيلية الكودا الفيرتبري رقم 1 ورقم 2، والكودا الفيرتبري الفقرات الزيلية في الحصان عددهم من 15 لـ21. البادي جسم الفقرة بيكون صغير جدا وبيكون برضو كومبريزد مضغوط دورسو فينترالي من الجهة الظهرية البطنية من فوق لتحت، والكنال القناة اللي الجوه بتكون مثلثات الشكل، والسباينس بروسيس البروز الشوكي اللي الفوق بيكون مجرد 2 أرش قوسين اتحدوا مع بعض عملوا السباينس بروسيس بروز شوكي، بيكون لها تو صامت قمتين من فوق. كلما اتجهنا لورا الصمت القمة دي بتفتح عن بعضها خالص وبيختفي الأرش الكوس، وبيتبقى البادي الجسم فقط هو اللي بيكمل للآخر. والترانسفيرس بروسيس بيكون وايد عريض ودايركتد كودالي متجهين للخلف وبيقل في الحجم كلما اتجهنا للخلف. يبقى الكودا الفيرتبري الفقرات الزيلية عبارة عن بادي جسم كومبريزد مضغوط دورسو فينترالي من فوق لتحت، وفيه وايت ترانسفيرس بروسيس بروز مستعرض عريض، وفيه تو ارش قوسين بيتحدوا مع بعض وبيعملوا سباينس بروسيس بروز شوكي، بيكون شورت قصير وله صامت له دبل صامت قمة مزدوجة من فوق، وبيبدأ كلما اتجهنا للخلف القمتين دول بيختفوا تماما لحد ما الأرش الكوس كله بيختفي وبيتبقى فقط البادي جسم العظمة هو اللي بيكمل معانا للآخر. مفيش فينترال كريست، مفيش قمة بطنية على الفينترال سيرفس على السطح البطني اللي الأسفل بتاع عظمة السكرم بتاع عظمة العجز. دي كانت الكودا الفيرتبري الفقرات الزيلية، لها اسم تاني وهو الكوكسوجيال فيرتبري الفقرات العصعصية. ودي كانت آخر فقرات في الفيرتبرال كولوم اوف هورس في العمود الفقري للحصان. بكده نكون شرحنا العمود الفقري كاملا، وسايبه لكم لينك في الديسكريبشن عبارة عن قائمة تشغيل فيها الفيرتبرال كولوم كاملا للحصان.
أتمنى لكم كلكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.